يا عمر، مجلس الشباب يقوم بصور مستقل مشروع الشباب والمجال الترابي مواطنة المجمعية المغربية لدعم وتنمية المقاولات الصغرى. ما بين المشروع اللي كنشتغلو دابا هو المواطنة، اللي كيهم واحد الفئة ديال الشباب بحي يعقوب منصور، 20 ديال الشباب اللي كيتفورماو في هذا المجال هذا، اللي كيشتغلو على المجال المواطنة وسميتو والنشر ديالو في داخل الحي يعقوب منصور. المشاكل هي في الحقيقة كثيرة، مثلا ملي كيكون واحد لو جون يلاه تكون يلاه خرج، كيكون ما كيكونش عنده ليكسبيريونس باش انه يدخل واحد العمل بحال مباشرة، كيلقى واحد المشاكل مني منها انه كيكون دابا كاينه واحد الطابع ديال المواساطه وداك الشيء. هذا هو المشكل، بعد النظر على انه باقي ما كيعرفش انه يصيب واحد لو سي في، كيفاش انه يبريزونتي راسو، كيفاش انه معامله طريقه ديال الكومونيكاسيون ديال ديك الساعه كيدخل للتيغا باش انه يبراتيكي داك الكومونيكاسيون اللي هو يحصل عليه في الفورماسيون ديالو، سميتو النيفو ديالو في الشغال في الميدان، في اي ميدان انه اللي اختار بغى يشتغل فيه، كيلقى فيه انه باقي ما لقاش الذات ديالو بانه باش يكون حاضر 100% باش انه يلقى داك الفرصه ديال العمل. النصيحه اللي يمكن لي انا نوجهها، نقول انه هذاك لو جون انه اول حاجه يكون صبور ويكون عنده طموح انه يدير ثقه في راسو بانه مادام انه تيقلب وانه عنده واحد الامل هادي ضروري انه غيلقى واحد الفرصه ديال العمل ان باش يشتغل. واضافه لذلك انه يحاول انه يزيد ينمي القدرات ديالو باش انه ملي يمشي يدخل اي مكان انه يكون ان يلقى راسو انه تيحسن دوك سميتو السلبيات اللي كانوا عنده في الاول. هي مبادرة في الحقيقة طيبة، لأن جاتنا المعلومات مؤخرا، عرفنا بأن كاين غتكون على صعيد واحد 5 ديال المدن ولا 6 ديال المدن. هي الحاجة الوحيدة اللي أنا كنتمنى أنهم يمشيو للأحياء للكارتي اللي فيهم لي جون بزاف، لأن يدي بحال مثلا الرباط ما فيش اكدار ولا شي بلاصه اخرى، كاين يعقوب منصور هي لا بليبار ديال لي جون ديال الرباط كاينين تما، كاينين الدراري اللي باغيين انهم يتفورماو في هاد المجال هذا ويزيدوا ينميو القدرات ديالهم باش انهم يكونوا مستقبلا انهم واجدين باش يلقاو الفرصه ديال العمل ديالهم. واخر حاجه اللي غنطلب منهم انهم تكون واحد المركز في هاد المواقع هادو باش يستطيعوا الشباب انهم يلقاو كيفاش يدير واحد الكومونيكاسيون بين الناس اللي مسؤولين هذا اللونسمون ديال هذا البروجي والشباب اللي باغيين يدخلوا في هذا يندمجوا في سوق العمل.